مرحباً، هل سبق أن ذهبت لأحد متاجر البقالة لشراء بعض السلع والأغراض؟ وبمجرد وصولك إلى المتجر، أدركت أنك قد نسيت شيئاً أو اثنين مما كنت تريد شراءه؟ هل سبق أن دخلت مطبخك وتوقفت محاولاً أن تتذكر السبب؟ قد تكون هذه مواقفاً مزعجة، لكن ينبغي أن تكف عن لوم نفسك بسبب كثرة نسيانك، فقد يكون ذلك دليلاً على تمتعك بمستوى فائق من الذكاء. أجرت مجلة نيورون دراسة أثبتت أن نسيان الأشياء عملية طبيعية تتم في الدماغ، وأن هذه العملية في حد ذاتها تزيد ذكائك بقدر كبير. وتكمن المفارقة في أن الذاكرة القوية ليست بالضرورة دليلاً على الذكاء المرتفع. أجل، يجب أن تتقبل هذا. قدرتك على حفظ وتذكر العديد من الأشياء لا تعني أنك أذكى من الآخرين. هناك قدر من التشابه بين الدماغ وجهاز الحاسوب بدرجة أكبر مما تتصور، فالدماغ به جزء مخصص لتخزين المعلومات مثل القرص الصلب، ويسمى الحصين، حيث تحفظ به الذكريات، ويقوم الدماغ باستبعاد التفاصيل غير الضرورية للاستفادة من سعة الذاكرة على الوجه الأمثل، ونتيجة لذلك فإنك تتذكر الأشياء المهمة حقاً بينما تنسى التفاصيل غير المهمة. وبطبيعة الحال فإن دماغك لا يستطيع أن يقرر بنفسه ما يجب نسيانه وما يجب الاحتفاظ به، فيحتفظ بأحدث ذكرياتك، لكنه في الوقت نفسه قد يضطر في بعض الأحيان إلى إعادة كتابة ذكريات محفوظة بالفعل. وعندما تتراكم ذكريات كثيرة في دماغك تتعارض مع بعضها البعض، ما يخلق حالة من الفوضى تجعل اتخاذ القرار الصحيح مهمة صعبة. ولهذا السبب يميل الأشخاص الأذكياء إلى نسيان التفاصيل غير المهمة، إذ تقوم أدمغتهم بالتخلص منها سريعاً لتحتفظ بالذكريات المهمة فقط. هكذا يتبين لنا أن النسيان نعمة وليس نقمة، لكن هذه ليست العلامة الوحيدة على تمتعك بذكاء فائق، فهناك عدة سمات أخرى تشير إلى أنك أذكى من الآخرين. أن تفضل الكوميديا السوداء. وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Cognitive Processing عام 2017، فإن الأشخاص الذين يحبون الكوميديا السوداء يتمتعون بذكاء أعلى مقارنة بغيرهم، كما أنهم يسجلون أيضاً درجات أعلى في اختبارات الثبات الانفعالي. ينبغي أن تكون ذكياً كي تستمتع بنكات الكوميديا السوداء غير المباشرة التي تتطلب جهداً ذهنياً لفهمها. لديك حدقة عين واسعة. إذا كانت حدقة عينك متسعة بشكل ملحوظ مقارنة بغيرك من الأشخاص حتى مع توافر إضاءة جيدة، فهذا يشير لارتفاع مستوى ذكائك عنهم، كما تزعم دراسة نشرت في مجلة Cognitive States عام 2016. ووفقاً لنفس الدراسة فإن حدقة العين الواسعة لا تشير لذكاء استثنائي فحسب، وإنما تدل أيضاً على زيادة سعة الذاكرة العاملة لديك. ربما تعرف أن حدقة العين تتسع كاستجابة لقلة الضوء، لكن من المثير أن العلماء قد اكتشفوا أن نفس الاستجابة يمكن أن تحدث نتيجة لنشاط الدماغ. كلما زادت سرعة تفكيرك اتسعت حدقة عينيك. حسناً، قف أمام المرآة وانظر لحدقتيك وأخبرنا بما لاحظته في قسم التعليقات أسفل هذا الفيديو. أن تثق بالآخرين. في عام 2014 نشرت مجلة BLOS1 دراسة مثيرة حللت نتائج المسح الاجتماعي العام الذي تضمن سؤال الناس عن مدى ثقتهم بمن حولهم. ومن المدهش أنها كشفت أن الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء فائق يميلون للثقة بالآخرين. قد يكون السبب هو قدرتهم على تحليل شخصياتهم بدقة شديدة، وعلاوة على ذلك كان الأشخاص الواثقون يتمتعون بقدر أكبر من السعادة والصحة البدنية مقارنة بالمتشككين. لا تتعجل الحصاد فيما يخص المال. يتمتع أصحاب الذكاء الفائق بقدر كبير من الصبر فيما يخص المسائل المالية، أي أنهم لا يمانعون الانتظار لفترة أطول حتى يحصدوا نتائج استثمار أموالهم. وإلى جانب ذلك فإن الأذكياء يميلون أكثر للمجازفة في عالم التجارة والأعمال، لكنهم بخلاف الأفراد العاديين لا يسعون للحصول على عائد فوري مقابل هذه المجازفة. لديك مهارات إدراكية قوية. إذا كان لديك معدل ذكاء مرتفع فإن دماغك يعمل بشكل أسرع،
ولهذا السبب فإن الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات إدراكية قوية من المرجح أن يكونوا أذكى من الآخرين، كما أنهم يجيدون تجاهل المعلومات الأساسية غير المفيدة، ما يساعدهم على إصدار أحكام أكثر موضوعية. لا تعتقد أنك تتمتع بذكاء فائق. هناك ظاهرة مثيرة تسمى تأثير دانينغ كروجر، تحدث بسبب عجز الأفراد عن تقييم مهاراتهم وقدراتهم بدقة. ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين يفتقرون للمهارات بوجه عام يميلون إلى المبالغة في تقدير مستوى كفاءتهم، بينما يميل الأذكياء عادة للتقليل من مهاراتهم. وهذا التناقض له تفسير منطقي، إذ كلما زاد ذكاء الشخص أدرك أنه لا يزال هناك متسع لتحسين قدراته ومهاراته وتطويرها، ولذلك نادرا ما يشعرون بالرضا عن مستوى معرفتهم أو قدراتهم. تعتبر نفسك كسولا. إذا كنت تعتقد أنك أكثر كسلا من الآخرين فلا تقلق، قد يكون هذا علامة على ذكاء فائق، فالكسالى يقضون المزيد من الوقت في التفكير، أما من لديهم نشاط مفرط فهم بحاجة غالبا لفعل الكثير من الأشياء، ويظلون مشغولين على الدوام للهروب من أفكارهم. ومع ذلك هناك رأي معارض مفاده أن الأشخاص ذوي الذكاء الفائق منشغلون دوما بالتفكير في عدة مشاريع مختلفة في آن واحد، وهذه أنشطة مهمة سواء لتنمية الشخصية أو تطور الأداء المهني، لذلك تعد زيادة نشاطك وإنتاجيتك المرتفعة دليلا على تمتعك بذكاء متطور للغاية. حسنا، أي من النظريتين تبدو مقنعة لك؟ شاركنا برأيك في قسم التعليقات أدنى. تجيد الاستماع إلى الناس وتطرح الأسئلة المناسبة. لا يسعى الأذكياء لأن يصبحوا محور الحديث، كما أنهم لا يتحدثون عن أنفسهم كثيرا، بل يفضلون الاستماع لمن يحاورهم، وفترات الصمت لا تضايقهم مطلقا، فهم يستغلون هذا الوقت للتفكير في المعلومات الواردة بدلا من هدر طاقتهم في تفاصيل هامشية. وفي الوقت نفسه فإن الأشخاص فائقي الذكاء يجيدون طرح الأسئلة المناسبة، بل إن هذه الأسئلة يمكن أن تساعد الآخرين على اتخاذ القرارات الصحيحة بأنفسهم. لذا إن كان أصدقاؤك يعتبرونك مستمعا جيدا فمن المرجح أنك ذكي بالفعل. تمارس النقد الذاتي. إذا كنت تمارس النقد الذاتي وتتقبل انتقاد الآخرين لك فلديك ذكاء فوق المتوسط، قدرتك على الاعتراف بأخطائك والأهم من ذلك رغبتك في تصحيحها تكشف بسهولة عن مستوى ذكائك. ومن ناحية أخرى فإن الأشخاص الأذكى من غيرهم لا يبالون بآراء الآخرين في أفكارهم، فهم يفعلون ما يعتبرونه صحيحا ولا يدعون آراء الآخرين تشوش عليهم تفكيرهم. تعلمت القراءة مبكرا قبل أقرانك. في عام 2012 أجريت دراسة في المملكة المتحدة شملت ما يقرب من 2000 زوج من التوائم المتطابقة، ووفقا لنتائجها كان الشقيق الذي تعلم القراءة مبكرا يسجل درجات أعلى في اختبارات القدرات المعرفية. لذا افترض الباحثون أن تعلم القراءة في سن مبكرة يحسن قدرات التفكير المنطقي لدى الشخص، وعلاوة على ذلك يبدو أن الأشخاص الذين يمارسون القراءة كهواية ممتعة أذكى ممن يقرؤون للبحث عن معلومات جديدة. كذلك يتمتع محب القراءة بتركيز أفضل وذاكرة أقوى ومهارات تواصل أكثر تطورا. تجيد النقاش والمجادلة. وفقا للدكتور ترافيس برادبري مؤلف كتاب الذكاء العاطفي، إذا كنت تعرف كيف تجادل الآخرين بشكل صحيح فلديك ذكاء فوق المتوسط، والشرط الرئيسي هو قدرتك على إثبات وجهة نظرك بطريقة تتسم بالإقناع واللباقة. يجب أيضا أن تكون قادرا على المجادلة من منظورك الشخصي وكذلك من منظور أي شخص آخر. إن كنت تستطيع القيام بذلك فلا شك أنك ذكي حقا. تهانينا، أنت شخص قلق. لا تزال الدراسات الحديثة حول القلق تثبت أن الأشخاص القلقين قد يكونوا أذكى ممن يميلون عادة للهدوء والاسترخاء. وفي دراسة أجريت عام 2015 حول الذكاء والاضطرابات العاطفية شملت 126 طالبا جامعيا،
طلب من المشاركين تحديد مستوى القلق لديهم، وبعدها تم إجراء سلسلة من الاختبارات على الطلاب، وتبين أن الأفراد القلقين قد سجلوا درجات أعلى في اختبارات الذكاء اللفظي. هل تتمتع بأي سمات ذكاء فائق؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. تذكر أن تضغط على زر أعجبني هذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك، وانقر على زر اشتراك لتظل دائما على الجانب المشرق من الحياة.